الانترفيو. فرحان برشا باستقبال نجلة التونسية اللي باش يكون عندكم معها موعد في مهرجان بنزرت الدولي نهار 23 جويلية، عرفني بعنوان نجلة في الزردة لنجلة التونسية اللي سعداء برشا باستقبالها اليوم. مرحبا. يعيشك يفضلك، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين مزيكا فيه. نحكي والعرض في مهرجان بنزرت الدولي، شنو يعني لك الركح هذا اللي هو ركح معناه مهم ومهم جدا في الساحة الثقافية التونسية؟ يعني لي برشا حاجات، يعني لي أول حاجة اللي عملت لابون بروميير في المسرح ولا بروميير باش تكون في بنزرت، يعني لي حاجه كبيره داخله بقوه بالكبير. معناها تو معناها بديت بالمسرح، انت عينك كبيره بديت بالمسرح البلدي. معناها زوز رموز كبار، معناها كي نحكيوا على بروميير في المسرح، اي في المسرح البلدي، بروميير في بنزرت بالكبير. نتصور مش سهل ديما الاختبار هذا للناس الكل تقريبا، يعني نجلة سواء فنانين ولا مسرحيين ديما انه يكون على ركح المسرح البلدي ولا في مهرجان بنزرت الدولي. كيفاش تتعامل مع هذا؟ تستريسي نجلة تدخل بعضك ولا سافا؟ وكيفاش بتتعامل مع هذا؟ بالنسبه لي انا عديت مرحله الاختبار، يعني فتها حاجه وتعديت. حتى المسرح البلدي ماهوش اختبار عندي، كنت متاكده بقدره ربي اللي انا باش ننجح، على خاطر واحد كي يخدم برشا 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 وكي كيف كيف يعرف يختار الناس اللي تخدم معاه اللي باش تخليها تقدم وينجح، فمش علاش باش يخاف. معناها ماهوش اختبار انتوكا بنزرت كيف كيف، معناها الدوره ال 41 مهرجان دولي، مهرجان كبير، فما رهبه، فما احساس بمسؤوليه كبير، اكهو ما مش 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 خوف. يعني باهي الاقرب منك نجله بعد عرض المسرح البلدي، شنو هو ابرز الانطباعات؟ معناها شنو قالوا لك على العرض اللي اكتشفوها اول مره معك؟ العبيد شكرته، حسوا لي انا طورت برشا من روحي، في طورت من روحي في خدمتي، في صوتي، في خدمت على كيف كيف الدانس على الاستعراض، معناها طورت من روحي وعجبوني كيفاش من الفنانين ولا الممثلين كما أميل علوان وجلة تحية كيفاش قالوا نجلة تربعت على عرش الفن الشعبي، معناها كامرأة، يعني خاطر تحب ولا تكره ما عنيش، انا ما كنتش ما عنديش علاقه بالفن الشعبي، يعني انا اصلي عملت شويه شرقي ولا نغني التونسي العادي الخفيف. صحيح، ما تعرفش عليك الشعبي قبل، ما تعرفش عليا وما خدمتوش قبل، معناها اول مره، وكي دخلت خدمت على قواعد وحاجه كبيره. يعني بأمال علوان تقول انت تربعت على عرش الفن الشعبي، والاكثريه الفن الشعبي الاكثريه معناها ديما تسمع اسمي رجاليه في الفن هذا، معناها اليوم نجم نقولوا فكيت بلاستيك في الفن الشعبي اللي هو ديما دومين تقريبا اصعب حتى من اي مع الرجال، خاطر انا من داخل عندي برشا رجوليه. دونك فكيت بلاستيك. فكيت بلاستيك. لكن كيما أمل علوان وكيما برشا من اللي جاوا حضروا اكيد عطاوك ملاحظاتهم، عطاوك كيفاش شافوك وشنو هو الحاجه اللي تبدلت في نجله، لكن رينا برشا هجوم الحق معناها على حكايه المسرح البلدي، فكره انه يقول لك كيفاش نجله تطلع على المسرح، كيفاش تعاملت معاهم الحاجات هذه؟ هل انه بالحق معناها يا اخي وهذه معناها نجله حقا الحق ماكش اول وحده معناها فنانه يتقال الشيء هذايا لما تكون موجوده في المسرح البلدي، كيفاش تتعامل مع التعليق هذه والاراء هذه؟ هو الهجوم هذا صار قبل ما يتعدى، معناها من احنا ما نشوفوش، احنا نسبقه، مو التوانسه اللي عجبنا كونا نسبقه، الحمد لله مش الكل، معناها الاقليه. انا نخلي الخدمه تحكي، فهمت؟ الخدمه اللي هي تحكي، وبالنسبه للعبيد اللي يقولوا الكلام الخايب هذا، اللي يقول الكلام الخايب كان هو اللي قلبه خايب، كان الفيشل، معناها ما تلقاش واحد ناجح ويقول كلام خايب ولا قلبه به. والحاجة معناها النقد أنا ناخذه كان حاجة باش تفيدني، باش نطور من روحي، باش نقدم، نلقى كلامه صحيح، أما الآخر اللي باش يرجعني للتالي وباش يضيع لي وقتي، لا نحسه ولا نسمع ولا نقراه زادة، يعني ليش؟ توا نحكيو على مهرجان بنزرت، شنو هو اللي يختلف من في العرض نحكيو في اللي باش نراوه في العرض، شنو هو جديد ولا اللي بدلته يمكن من بين لافون بريمير اللي عملته في المسرح البلدي واللي باش نراوه نهار 23 جويليه في المهرجان الدولي بنزرت؟ ان شاء الله نهار 23 جويليه في بنزرت مش بدلت، زدت زدت حاجات اكيد، اي زدت، معناها كبرت في الفرقه، زدت غنيات اخرين،
بيان سور المضمون باش يقعد هو بيدو معناها باش نحافظوا عليه اللي هو عرض نجله في الزرده. اما زدت هذوما بيان سور معايا كالعاده الممثله القديره لطيفه القفسي، معايا الشاعر مبروك عبد المولى، وتوزيع اللي هو المايسترو نصر الدين الشبلي وبالي مدام سيهم بالخوجة. معناها عرض نحكيه متكامل فرجوي، فيه كل شيء، فيه الموسيقى، فيه الدانس، معناها خدمة فيه كبيرة، فيه الشعر، فيه التمثيل، فيه كل شيء. معناها اللي باش يجي باش يلقى، مش باش يلقى، خاطر جينيرالمون نسمعوا نجلة تونسية يقول لك العرض هذا معناها نجلة باش تغني، ولكن لا، مش هذا اللي باش يكون موجود. باش يكون فما عرض كامل لإشادة بالحفل نتاعك. حكينا على التعليقات اللي كانت ضد صعودك المسرح، لكن نلقاو إشادة ما كانتش في تونس. معناها نلقاو الإعلامية فجر السعيد تكتب عليك، معناها بوست وقالت إنه عجبها طموحك، معناها هي كتبت برشا كلام عليك، ولكن منهم حتى قالت أنت تزامن الحفل نتاعك مع ماتش نتاع كورة مهم، ولكن كان سولد أوت والناس تفرجت والكل، وهي معجبة. سولد أوت قبل بثلاث أيام، نأكد عليه. واضح سولد أوت قبل بثلاث أيام، أكدوا عليها مستمعينا نجلة توصية، سولد أوت قبل بثلاث أيام. اللي هو 18 مايو. إيش قولك فيها؟ التاريخ هذاك ما ننساهوش يعني. إيش قولك في هذه إشادة تجيك هكا نجلة معناها؟ أكيد حاجة مستني برشا، حاجة تشرفني، اللي إعلامية كبيرة برشا كويتية اسمها سبقها، صعيبة زيادة في برامجها كنت فرش فيها، مرأة هكا عندها مبادئ وصعيبة ومشاكسة في برامجها، مكثر معظم برامجها الكل سياسيين معني، فهمت؟ كي شفتها معني قريت اللي كتبته عليا حسيت اللي هي فهمتني، حسيت اللي هي حست بطموحي، حست بقوتي اللي من داخل، اللي أنا قديش نحب نقدم، قديش نحب نخدم، وصل لها تعبي يعني، حسيت كأن المرأة هذه نعرفها ولا قريبة مني. حتى الحق فرحت برشا يعني، أنا ما نعرفهاش شخصيا زي دارو يعني، ما عندكش بها معرفة، لكن هي أشادت بالحفل نتاعك، ما عنديش بها معرفة شخصية. ومن بعد ما قريت هذاك معناها شافت تليفوني وكلمتني، معناها دبرت رقمي وكلمتني، وانا فرحانه برشا اللي هي كلمتني، اللي هي تفاعلت وكلمتني. وش باش نقول لك، تحب زيد تسمع؟ تفضلي، نعطيك سكوب. تفضل، ماذا بي؟ اللي السيده فجر السعيد اللي هي الاعلاميه والكاتبة والمنتجة الكويتية باش تجي مخصوص نهار 23 جويليا باش تحضر عرض نجلة في الزردة. هاي هاي ممتاز ممتاز، رغم اللي ما تعرفكش معناها، لكن جيت ما تعرفنيش باش تجي وباش تحضر في العرض. اي بيه؟ ونزيدك مازال واحد اخرين معناها، فما ضيوف اخرين. انا كريمة وانت تستاهل. تفضل، ربي يخليك يعيشك. باش يجيو معاها زادة كيف كيف زوز إعلاميين كبار، السيدة مي عيدان والسيد فهد سلامة، هما إعلاميين معروفين برشا ومؤثرين جدا يعني، مؤثرين شافوا، نرجعوا عادة للمسرح البلدي، شافوا إكستخي شوية من العرض هذيك، علاش معناها هما باش يجيو، نفرح هنا كعبيد باش تجي باش تشجعني من خارج تونس، وأسامي كيما هكا وإعلاميين كبار ومؤثرين في دول شقيقة في الكويت، من الكويت معناها نفرح برشا اللي هما باش يجيو، مجرد باش يجيوني. ونحب نقول للناس للنبارة، راي المدام فجر السعيد لا عندها ما تعمل في تونس، لا عندها خدمة، لا ما فماش علاش باش تجي، باش تجي غيانك باش تحضر عرض نجلة في الزردة نهار 23 جويليا في مهرجان بنزرة الدولي، وان شاء الله يحيينا القدرة وتسمعوا الكلام هذا من عندها. ان شاء الله ان شاء الله باش تكون فجر سعيدة ضيفتك. انت توا سميت ثلاثة عالميين، نجموا عن طريق هما شوفوا نجلة تونسية بعرض الزردة خارج تونس. اكيد نجموا، معناها نجموا نقولوا هما يكونوا يحلوا البيبان، تلقى اتصالات خارج تونس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيان سور، على خاطر غزلي العرض نتاعنا اللي يتفرج فيه مثلا كي باش يمشي ويشارك، ونقولوا تونس باش تمثل، تمثل معناها تمثل تونس، تونس البرة. احنا هذايا خاطر هو جونا، تراثنا، جذورنا، معناها سوى في لبستنا المالية، ديكورنا، الكسكسي متاعنا التونسي، غنينا، طبيلنا، زكرتنا،
كل شيء معناها كل شيء موجود، فهمت؟ معناها معناها فما منه البروغرام هذا انك انت تمشي وعلاش لي الزرده يكون ان شاء الله. ان شاء الله اكيد علاش لي. نحب نشكرهم زيدا بالحق الاعلاميين والسيده فجر السعيد نشكرها برشا اللي هما باش ياخذوا طياره سبيسيالمون ويجيوك، معناها بالحق معناها حاجه نحسها كبيره ويشرفوني اللي باش ياخذوا طياره سبيسيالمون ويجيوا معناها ويكونوا موجودين. فما حاجات حصريه باش يكون مهرجان بنزرت اغنيه مثلا باش تغنى حصريه أكيد. في الما سمعت قبل ولا اش باش نقول لك؟ انا اول حاجه معناها العرض نتاعي 90% منه الريبرتوار هو اغاني الخاصه فهمت، اما باش نضيفوا حاجات في بنزرت وفي مهرجانات اخرى زاد. باهي انت قلت ناحيه آلة المزود في المسرح البلدي باش ترجع في بنزرت ولا خطأ نقولهم لك الكل لنا انت معناها نهار 23 ماكش باش تجي انت مخبيه معلومات الاذاعات اخرى كل اللي مثال شكل هكا ما يلزم شويه بونتي اذا باش تجي 23 ما نعرفش كان يتيح بالاحد ما نعرفش انا وقتاش يتيح نهار 3 نهار 3 نهار 3 نحاول والله نحاول تشرفنا. نحاول ونجي ام مثال تقول لي فما مزود ولا خاطر كان فما مزود نجي فما المزود والربوخ والجو والبخور والدنيا الكل والزغاريد زاده هذا الكل باش يكون نهار 23 جويليا في مهرجان بنزرت الدولي بعد بنزرت فما بالضبط في البروجرام فما مهرجانات كبيرة زادة وإن شاء الله نعلن عليها في وقتها. هو الصيف هذا يا معنا نحكي وراه. أي الصيف هذا. هو وقتها احنا ديجا في وقتها. لا لا ما لازم نجيك مرة أخرى هكاك نصبهم كل بعد تقول لي باي باي. عرض الزردة كان ينجم يكون في حمامات ولا كارتاج، علاش سألتك على هذوما زوز؟ خاطر هذوما زوز أنت تعرف نجلة أنه أكثر زوز مهرجانات يتكلموا عليهم. أنا لهنا مانيش نحكي على أنه خير من المهرجانات الكل على الرسولين، ونتصور اي فنان تونسي يمشي يغني في البلايس وكل ما عندوش حتى اشكال، لكن ديما الكلام على حمامات وكارتاج. بالنسبه لي انا حمامات وكارتاج ما همش اكبر من بنزرت. لما قال حد اكبر. اي اما بنزرت معناها عليهم برشا تقول كارتاج تقول بنزرت. فهمتك؟ تقول كارتاج مثلا الضيوف هذوما معناها كي كلمت انا السيده كي قلت لها معناها قالت لي انا هو العرض اول عرض عندك من لافون بريمير كي جابت نمرويا وكلمتني قلت لها ما زلت وقت انا ما نعرفش كي جاء العرض بنزرت قلت لها قالت لي بنزرت معناها حتى خارج تونس تقول كارتاج تقول بنزرت سي بون فهمت وبالنسبه للكارتاج ان شاء الله معناها عرض نجله في الزرده يثبت وجوده وعاجلا ام اجلا باش يتبرمج في كارتاج مش معناها هربين منها الحكايه في المهرجان ولا خارج اطار المهرجان في كارتاج يا اخوي انا حاشي في كارتاج كارتاج كبيره نجله معناها راه تنجم في حتى اي بلاصه معناها ما قلتلكش شارع كارتاج إيه كبيره كارتاج هي اما في اطار المهرجان ولا حفل مهرجان يكون خاص ان شاء الله ان شاء الله انت ما نعرفش انا في المهم على مسرح كارتاج انا اعطيني نبدا موجود على مسرح كارتاج الاوراق قاعده كيكا خارج المهرجان في وسط المهرجان المهم انا باش نبدا ان شاء الله على ركح كارتاج نجم تنتظر تعليقات من نفس اللي جاوك في المسرح البلدي على كارتاج على بنزرت بيان سور تعليقات احسن زاده بلي كيفاش تعامل معاهم التعليقات هذوما انت البهين انت البهين ولا على التحكي انا نحكي لك على البهين 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 اكيد انت تبني عليهم وتحاول الماكسيموم تقدم في خدمتك وخاطر التعليقات نجم تجيك من زملاء ولا حتى من جمهورك لا حتى من العبيد العاديين بالضبط من جمهورك لكن زاده كيما اي فنان فما كتعليقات نتاع مثلا نجلش تعمل في كارتاج كيما قالوا نجلش تعمل في المسرح البلدي بعد تعمل نجله نهار 23 جويليا في بنزرت كيفاش تعامل معهم فما ما يهمكش بالحق خاطر فما ناس تقول لك راه مش باهي تعليقات هذيا سايبوها تخدم نجم تتقلق هل انت تتقلق من لا ولا لا 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 انا عزوزه ما يهمها قرص ما يهمنيش نخدم على روحي افانتي ديما القدام باش يرجعني للي ما نغزلوش ديما نخدم على روحي انا تعرفش اللي يهمني واللي اثر فيا نهارة اللي هبطت انا في الشارع في بنزرت حب الناس فرحتهم بيا كيفاش بيسوني كيفاش يدعوا لي بالخير كيفاش نسيت زغرت فما شكون صدعتني تحبني نمشي لدارها هذاك هو الصحيح اما الفاشل واللي ما عنده ما يعمل واللي نهار كامل قلبه خايب ويقعد ينبر عليا وعليك وعلى غيري وعلى الناس الكل هذاك انا نقول له ان شاء الله ربي يشفيك هذاك ما يزيدني حتى شيء على ذكر افانتي فما مشروع تمثيلي على قريب ولا تخمم ترجع وقت اللي بدا فما ديجا في تونس فما ناس تسعى زاد يقول لك انا نحب نرجع اعلن تعرف قول فما مخرجين يسمعوا انا نحب وديما نحب نسعى ما ان شاء الله يولي عنا كيما مصر وكيما الخليج معناها مش في رمضان اكا هاو
معناها تبدا عندنا انتاجات افلام ومسلسلات باش نبدا موجوده ان شاء الله. نشكرك برشا نجدة توصية كون ضيفتي في كورنيش. السلام عليكم برشا. ربي سامحني نحب نقول كلمه. انا ديما نحط هدف قدامي ومهما يصير لي بقدرة ربي ننصله والنجاح مش سهل، ولذلك راهو الناس الكل ناجحين. انا نخدم ونتعب ونرمي كلام الناس ورايا وفي الاخر نقتلهم بخدمتي وضحكتي المزيانه. 23 جويليا تلقى